الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل عام وكل مسلم بخير، خاصة أصحاب هذه القناة الذين هم ملاكها، المتابعين والمنتهين من الكورس، هم في خير كثير. الآن إذا نحن نلاحظ يا أحبابنا في الله، كثير يأتون ولا يتوجهون إلى الكورس، رغم أننا خفضنا العدد 23 فيديو، أول كان أكثر من 50، وصعب صعب 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 على الإنسان نفسه يدخله، صعب على الإنسان يتابع ويطبق، لابد أشياء أمور أخرى تشده، يجلس قليل ثم تشده أمور ويذهب، سواء في البيت أو في مكان الذي هو فيه أو في اتصال يأتي على الجوال أو يأتي يعني أشياء كثير، أو تظهر له إعلان فيضغط ويذهب، أو أي حاجة تشغل. أول لم يكن يشغل الناس، يأتون. السبب أنه كما قلنا عام يغاث فيه الناس، هناك فيه إعانة أكبر لحوادث أكبر قادمة، يشغل الإنسان عن نفسه. فلذلك كان الأمر سهل في 23، سهل جدا. 24 هذه 6 شهور مضت أو أقبلت على الانتهاء، وفي صعوبة. نجد في التعليقات هذا الكلام، نجد في ناس يقول أنا لي سنة ونصف سنتين معكم ونزول كثير. لما نسأل هل أخذت الكورس؟ لا، ولكن قليلا. أو يقول يعني أعذار تأتي كثير. الآن أنت وجهدك ومشقتك، الفرصة رحلت، ليس معنى ذلك مستحيل الآن، لا مو مستحيل، لكن اجتهد. والذين جاهدوا في سبيل الله، لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مو سبيل واحد، سبل طرق كثير. نحن جعلنا الطرق هذه بعضها موجود في الكورس، تكبير موجود، طريق القرآن بالأسلوب الصحيح طريق. وكمان خسارة على الإنسان، ضلال يحدث به، لأن الله يضل ويهدي. والصلاة كذلك بالطريق الصحيح. فاليوم كلامنا يعني مستمر من زوايا مختلفة. في منتشر يقول بين الناس، جذبوا بها الناس بهذا العنوان ودفعوا أموال. خليك في اللحظة، عيش اللحظة. وطبعا في ناس فاهمينها في ناس مو فاهمينها، يعني لكن يأخذ فلوس ويعطي فلسفة. اللحظة ليست زمان، يعني ماضي مستقبل لحظة، الآن، خليك في الآن، ليست زمانية. اللحظة بعد، إن دخلت بعد اللحظة تكون في بعد آخر غير بعد المعاناة هذا، ولكن قد يكون مؤقت إذا أنت أخذت من باب إيش، بعد أبغى أبتعد عن هذا المجال الأرضي، بعد المعاناة، بعد التفكير في الآخرين والمقارنات وهذا وهذا وهذا، بعد العقل. العقل شغال سيد، هو ليس سيد، هو مجعول، جعله الله هنا لأجل أمور الدنيا، يرتب لك إياها فقط، يسوي تجارة يقول لك هذا كذا هذا كذا هذا كذا، يلا امشي، أمور الدنيوية فقط.
تجعله سيد على حياتك، هنا أنت المشكلة منك. جاء في بالي كذا، سوينا كذا، جاء في بالي لا أشارك هذا مثلا، جاء واحد لا هذا أيوة، ودخل مع النصابين. تعرف هذه الأحوال الروح لا ينصت لها، ما تعلم كيف ينصت لها، ينصت للعقل. ودها في 60 داهية، جعلنا فيديو يعني عن العقل المستبد أو الروح أو القلب الأنثوي، صوته ضعيف لكن يعرف الحقائق. لذلك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال: لهم قلوب لا يعقلون بها، يعقل القلب وهذا يعقل. أنت تبع مين؟ فخلونا في اللحظة، في الآن. الآن قديمة مع الرسل من أقدم ما يمكن، وواضحة مع خاتم الأنبياء والقرآن، واضحة جدا جلية. لكن إذا أخذت الدين من المصادر، المصادر هذه لك اللي هو القرآن والنبيك، لك هذا، ليس لواحد ثاني، ثم أنت تأخذ فكره، هذا فكره فهمه. وإن قيل فلان شيخ الإسلام محمد، حجة الإسلام محمد، كيف تأخذ الألقاب منه لغيره؟ ثم ماذا؟ لا تقل له السيد. وذاك قل له، ومكتوب في الكتب، الفقيه المحدث النحرير العالم، مو مشكله قول هذا، لكن المصدر تبعه وتبعك واحد، انزل القران لك، امي هو لك، عجمي هو لك، فرنسي، صيني، هندي، افريقي، لك. شيء عجيب. بالعربي؟ أيوة بالعربي، للغير العربي. السبب ما هو؟ تجهل الناس هذا الكلام، ويمكن أغلبكم عرفه. السبب أن القرآن يخاطب أنت الخالد الأبدي، علشان كذا يحاسبك لما يذهب الجسد، يحاسبك أنت، ما يحاسب جسدك. جسد للدنيا، هناك جسد آخر لآخر، جسد في الرحم مختلف، ما في رئتين شغالة، ولا في عينين شغالة، ولا أذنين، ولا فم مغلق، الأكل يأتي والأكسجين وكل شيء من الأنبوب الذي في بطنك، قانون جسد لكن له قانون، وجسد هنا له قانون، وهناك الله أعلم ماذا يجري. لكن جسدك هذا غير صالح، غير صالح، يشيخ ويفنى، هناك ما في فناء. فلذلك نريد ندخل فيما يريد الله. لذلك ليش القرآن هكذا؟ وليش الصلاة؟ لأنها تخرجك من البعد الأرضي، بعد العقل، بعدك عن هذه الضوضاء التي هنا، ليس ضوضاء في الخارج صوت، ولا ضوضاء هنا، هنا هنا، هذا مدمر، هذا صوت مرتفع، وهذا الحقيقي صوت منخفض، تعودنا أن نسمع له. فلذلك جاب لك الصلاة الحقيقية، جاب لك الصلاة بسيطة، يعني الصلاة مو صعبة. أول كلمة فيها تدلك على الحقيقة، الله أكبر، غيره أصغر. أما إذا قلت الله أكبر واهتممت بأشياء أخرى، هذا لفظي الله أكبر، حقيقتي مشغول مع الكبراء، سيارة، بيت، زوجة، مشكلة، أي شيء. هذا ليس في بعد اللحظة، ليس بعد الآن. ربنا يريدك في بعد الآن. مثلا عشان نفهم بالأمثلة، أنا صليت الفجر وليت أمشي وهكذا، وجاء الظهر صليت ومشيت، ف
بين العصر والمغرب مثلا توفي ابن لي، حزننا وهكذا، وما جاء وقت الدفن، يعني شغلنا بالترتيب والأشياء، وجاء المغرب، الله أكبر، يعني فرغ هذا الذي حصل وكن الآن مع الله. ابنك أكبر أو أصغر؟ أصغر، لا يكون موجود، صلى. شفت كيف تفيدك الصلاة؟ لا يوجد وقت نسوي فيه تأمل وأكبر، ما هذا على طول فيه عدة مرات عندنا تأمل في الإسلام، عندنا خروج من البعد الأرضي العقلي، لذلك قال لك في قراءة القرآن خروج، ماذا تفهم؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا سر خفي، الله عظيم عندك، ها؟ أنت استعذت بالعظيم من الرجيم، إذا هو يجري فيك مجرى الدم، وتقول لي على البحر فلان المكان الفلاني وله قرون، ولا خلي هذه القرون لصاحبها، يجري في ابن آدم مجرى الدم، أين صاحب هذه القرون مع كل واحد؟ الشيطان يجري فيك مجرى الدم غير مرئي، كيف؟ هذه مهنة أعطاها الله، الحاكم يضع للوزير الصناعة، يضع له مهمة، فصار وزير، وزير الصناعة، يعني وزير التجارة، وزير البترول، وزير له صلاحيات في حدود مهمته، مهمته إضلال إغواء الناس، فعنده صلاحية، تفضل، ما عندك البشر هذه كلها. محمد له الهداية، عنده صلاحية، وعلموا أن فيكم رسول الله. هنا عندك رسول الله، عندك ليس محمد المجسد هذا، لا، هذا مات، هو له مهمة، مات جسده، هو لم يموت، أنت لا تموت، مخلد أبدي، مو عاد محمد، لكن فكر هذا العقل على المجسدات. فخرجت أعوذ بالله، إذن في طمأنينة، العظيم إذا مو عندك عظيم ببغائي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يقرأ معك ولا يبالي، موجود، لا يهرب، لأنك ما عذت بالله، قلت أعوذ بالله، إذا عذت بالله هرب، لا يكون حاضر في الجلسة، تنزل الملائكة والرحمة والسكينة. بعدين فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، له مو للقارئ، استمعوا له القرآن، القرآن حي، نور، روح، فأنت خرجت من بعد الجسد إلى بعد الأرواح، وأنت أصلا روح أبدية، فإذا أنت غير عربي لا مشكلة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين استمعوا له بالأذن، الصوت هذا اللي يخرج منك أو مما إذا قرئ مجهولة، ما ندري جهاز ولا إنسان، ما نشغل فيه، أو واحد أمامك يتتعتع في القرآن، ما في شروط، الذي يتتعتع في القرآن له أجران، ما في شروط، الناس وضعوا شروط من شغل فيهم، لكن الحقيقة ليست هكذا، هذا إنسان وجدته أمامي وفي بلدة قريبة بعيدة ويقرأ القرآن، على طول عندنا أمر، استمعوا له، إذا قرئ استمع، فتستمع له، هو يقرأ بالعربي ولا يفهم معناه، وأنت أيضا دولة أخرى تسمع ولا تفهم، لكن استمعوا له، طيب بالأذن، هذا اللي تتعتع، أو الفلاني من أي دولة كانت فصيح يسوي التجويد، غير مهم، استمعوا للقرآن، للصوت هذا العربي وأنت غير عربي، استمعوا له وأنصتوا، أوقف الأفكار والسرحان والشرود، ركز. إذا أنت خرجت من البعد الأرضي ودخلت مع القرآن، وأنت لست عربي، أنت الأبدي لست عربي، مثلك مثل الهندي، مثلك مثل الصيني، مثلك مثل الأفريقي، كلكم سواسية، فنسمع كلنا القرآن، قد يخشع الذي لا يعرف العربي ولا يخشع الذي يعرف العربي، هذا هو السر.
فاستمعوا له وأنصتوا، دخلت في بعد اللحظة. مات ابني قبل ساعتين، جاء وقت الصلاة، دخلت في الصلاة لأن الله أكبر. وقال لنا الله للمؤمنين قل إن كان آباؤكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، أهو توفت، وإخوانكم وأزواجكم، أهي توفت، أهي هو توفى زوجي. والآن دخلت للصلاة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، صارت كاسدة، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. حين السر، دخلت في الصلاة، الله أكبر، أول كلمة تكبيرة الإحرام، أحرمت، حرمت أن يدخل في ذهنك أي شيء، دخلت في الصلاة. متى تحصل هذه الصلاة؟ إذا أنت لمن أسلمت. إحنا قدامى، لمن أسلمت، لمن بلغت، علمت أو أنت عرفت من الحقائق، ما لنا شغل، ما لنا شغل أبوك وأمك، خلاص انتهوا، لم يسجل عليك القلم شيء إلا عند البلوغ. الآن أنت فكر، إذا أنك دخلت في الصلاة بتكبير الله، ما في تكبير الله، أنا بتمرن، لا بأس، الله أكبر، أحاول أبعد الأصوات وهذا، أخرج منها ولو موجودة، ما لك شغل فيها، ها؟ تبعد الأصوات الظاهرية هذا، وتحاول العقل هذا تسكته، يجيب لك خيال كذا، محاولة. أنا في الصلاة هذه الأولى في حياتي الجديدة، اعتبر أنك أنت الآن عمرك 40 سنة، بتبدأ من الآن، خلاص هذه حياتك الجديدة، هذا تغيير مسارك للحقيقة الدين. فأنا بدأت اليوم عندي لخبطة، 1-2-3% خشوع، 5% خشوع، 95% غفلة. ممتاز، جبت شمعة في حياتك، ذكر الله، محاولة، هذا في العبادة. بعدين تسوي التمرين في الاختلاط، نفسه نفسه نفسه. ثم ماذا حصل؟ 95% غفلة، الصلاة عندي 5 اليوم، بكرة 5، وبعده 5، أسبوع 7 × 5 = 35، 35 مرة محاولة. كم يكون زادت في واحد أسبوع؟ لو كل يوم 1% زاد، 35%، الأسبوع الثاني 70%، 35 × 35 = 70، أسبوعين يخليها في خلال السنة. دخلت في البعد، كل مرة تمرر نفسك مهما في مشاكل، خسارة مال، جاء الله أكبر، تعال افرش السجادة وكبر الله، ولا تقربوا الصلاة، تذكر هذه، إذا بديت تريد تتوضأ، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، شرط العلم بما تقول. إيش فائدة الصلاة؟ عشان تخرج من بعد إلى بعد، بعد اللحظة، اللحظة ما هي؟ صلاة. إذن ليش أدخل لحظة راحت، مات ابني، خسرت المال، الآن أنا لحظتي أشتغل فيها. تمرنت في خلال 2-3 شهور صرت ممتاز، خلاص أنت الآن يعني توب في الحياة. يقولون في ذكر لي هذا الكلام وسمعته، انه مثلا انا اريد بعد اللحظه، يلا دخلنا بعد اللحظه، ما هو بعد اللحظه؟ قال لك انت مثلا حاس بطاقتك منخفضه، يعني خمول وغضب وحاجات كذا من فتاتي للشجره وتضمها، ها، حتى تاخذ منها طاقه فتنتعش. أنت بني آدم المكرم في الأرض،
كرمنا بني آدم وفضلناهم. تأتي للشجرة تأخذ منها الطاقة. أتدرون ما هو المثال المضحك لهذه؟ مثلا أنا يشتغل عندي عامل، أو أنا ملياردير يشتغل عندي المدير، يأخذ فلوس ومبسوط من الفلوس، فأتي أقول له تعال تعال ماذا عندي مليون، ولكن أنت عندك ما شاء الله عندي مليار، ألف مليون، أقول عندك مئة ألف، قال الحمد لله أيوة صار عندي، هات هات أنا محتاج إلى مالك. هذا الملياردير مجنون ولا عاقل؟ أنت الذي تعطيه تقوم تقول هات أروح للشجرة أضمها لتعطيني، أنت المسخر المكرم. تذهب إلى الكلب تقول أعطيني، تذهب إلى البحر تقول أعطني. موسى ضرب البحر انفلق مطيعا له. من الذي؟ فأنت ما تأخذ إلا من الله، طاقة من صاحب الطاقة، قوة من صاحب القوة. إذا كنت معه قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى هذا إيش؟ أنك تقول كل هذا اللي أنا خايف منه مثلا، ولا الكرب اللي أنا فيه، ما في قوة يؤذيني ويجعلني محبط، لا حول ولا قوة إلا بالله، يذهب. لكن إذا الله غير موجود في حياتك، ألفاظ لا حول ولا قوة إلا بالله، أسماء الله الحسنى وتكرر، لا تفيدك. لازم يكون هو العظيم الوحيد في حياتك، لا عظيم غيره، مو ثقافيا لا قلبيا، لا ينبض بحب وتعظيم وولاء إلا لله، هذه لا شيء. فالله دربك بالصلاة، مو قال لك يلا سوي الحركات هذه، الصلاة حركات مخصوصة في أوقات مخصوصة، أقوال والفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، بداية التكبير نهاية التسليم، هذا الصلاة شرعا. هو ما قال، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تذكر هذه الآية لما تجي تصلي يقول آه، إذن معناته لا تقربوا، مو ممنوع، لا، يقول لك ركز، أنت سكران وقف، سكر الدنيا، سكر مشكلتك، سكر حب زوجتك، حب ولدك، حب السيارة الجديدة، اغلق هذا كله، لا تقرب الصلاة وانت سكران. يعني ايش؟ افق افق، يعني خلاص انهي العلاقة الان، انا ذاهب للصلاة، تقرب الصلاة وانت سكران، ايوه صح، اتوظف مخي في الصلاة، خلاص دخلت البعد. هو يريدك الله تدخل البعد وتكون فيه 24 ساعة، في الساعة 60 دقيقة، في الدقيقة 60 ثانية، يعني إيش؟ يعني الصلاة الدائمة تكون في حياتك، هذا المقصد. يعني أنت امشي شوي شوي حتى تصل. لما قالوا الناس آمنا، قال الله سبحانه وتعالى لهم إيش؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا ما دخل، هو هنا موجود، يقول الله على كل شيء قدير، صح، تدعو لا يجاب، لأنه العقل يقول بس، عقل يكذب عليك. فأنت عندك الصلوات تذكير، الله أكبر، عندي مشكلة، لا تدخلها في الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، شيلها. الله أكبر من المشكلة ولا أصغر؟ إذا المشكلة أكبر فأنت تدخل الله أكبر هي وتبكي وتدعو وتتضرع. تتضرع بمن؟ بالصغير ينجيك من الكبير، لأنه شغلك الكبير. ما هي أنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ لازم الله عظيم فيه. لما يكون الله عظيم ما تبكي ما تصرخ ما أي شيء، أنت مطمئن إلى ربك،
أنه سيكفيك همك. خلاص، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. أول كلمة الله أكبر، ثاني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ثالث كلمة الحمد لله رب العالمين، يعني مدبر الكون ومدبرني وخالق المشكلة دي اللي أنا فيها، الرحمن الرحيم. إذا كنت واعي لما تقول، تقول أنا في رحمة الحمد لله، تصير المشكلة صغيرة تنطفئ، تصير المشكلة كبيرة تعميك. مثلا أنا أبغى أجيب حاجة، يعني حاجة صغيرة، اللهم أرزقنا شيئا صغيرا، وجدنا شيئا صغيرا، هذا ما هو؟ هارد ديسك صغير. صغير، شوف انظر إلى حجمه بالنسبة لي أنا أنظر إليه صغير، ولكن إذا قربت شوي حتى وضعته أمام عيني، لا أرى الجوال أكبر منه، ولا أرى الغرفة كبيرة، لا أرى، لأن أعمتني. لكن إذا بعدتها ورأيتها صغيرة، والله أكبر، تختفي مع الأيام، أنت ما تشلها، ما تركز عليها، ركز إنه هذه عابرة سبيل وذاهبة. كم من مشاكل من زمان حصلت لي، مات قريب وبكينا ونسينا، مثلا رسبت في المدرسة ونسيت، وهكذا. هذا ستنسى، هذه انساها من الآن، فكر كيف تتصرف، لا بأس، لكن ليست في القلب، برا القلب، مهما كانت كبيرة برا القلب فتنحل. فعندك، أنا حطيت نقاط مختصرة، فإذا نجي لحاجة ثانية مع اللحظة، بعد اللحظة يأتيك في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عذت، لا تقول أعوذ وأنت ما عذت، ببغى تعذت بالله، وهو الكبير، والشيطان الرجيم الصغير يهرب، هو يخاف إذا عذت بالله. طفل صغير يلعب كرة مع الأولاد في الخارج، ثم ضربوه ويلحقون خلفه ويلهث، يجري دخل البيت عند أبيه، فقال أبي إنهم يضربوني وهم واقفين برا، قال ننتظر الآن نضربه. فخرج، قلت تعال امشي معي، خرج الولد أولا ثم أبوه في الخلف، كله يهرب وهو يقول ها ماذا تريدون، شجاع بطل لأبيه. فمجموعة من الأطفال يعني يستطيعون يضربونه، ولكن معه أبوه لا يقتربون فيفرون. معك ربك، عظمه، لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، ركز على من؟ على المشكلة، على غير الله، كله صغير. فإذا عندنا حاجتين مهمة جدا جدا في هذا الفيديو نتكلم عنها بالذات، اللي هي تتمرن على بعد الآن، هنا والآن. الآن ماذا أمامي؟ نفرض مثلا يقولون وردة تعطيني طاقة، المؤمن ماذا يقول؟ الله أكبر، هو المعطي، لا يعطي إلا الله. طيب انظر الوردة، كيف الله خلق اللون الأحمر الأصفر الأزرق، لا كذا، النحلة تأتي إليها وتذهب، أوصلتك إلى الله، فأينما تولوا فثم وجه الله،
ويقول لك أفلا ينظرون إلى الإبل، مو تنظر الحليب واللبن ولا اللحم ولا إلى آخره، وأنه يجلس فترة طويلة ما يعطش، وهذا لا، هو هذا كله خلقه الله علشان يدلك عليه. أفلا ينظرون حتى يصلون إلى الله، إلى الحكيم، وتنظر للباب مثلا أو الدولاب، ما شاء الله جميل، ما شاء أيوة، إيش هذا الجمال، وإيش هذا الفن، إيش هذا الرسمة. انظر إلى الراسم، إلى النجار، هذا حكيم، هذا كذا، هذا ممتاز، هذا فنان، هذا شاطر، هذا ذكي. وإذا ملخبط تقول هذا غبي. من الصنعة وصل للصانع. فنحن عندنا حاجتين، اللي هي اللحظة أنت تأخذها عن طريق الصلاة يوميا، إيش يا الله أكبر وخشع، وقبلها أن الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا أنا ما أقترب، أول شيء أطهر نفسي، أقول أيوة أنا ذاهب للصلاة، الله أكبر، أخاطب الله، أتكلم مع الله، أريد أن أركز. بعد هذه التشويشات تمرين صعب، ثاني يوم أسهل، ثالث يوم أسهل، خليه أسبوع كامل ما عندنا إلا 5%، أسبوع الثاني 10%، أسبوع الثالث كم أسبوع خلصنا 100%. بسيطة ولكن قوية لو استمرت هكذا. طبعا في نواحي أخرى تساعدك وتسرع الموضوع، وإذا ما فهمتها برضو ممكن تحاول وتفشل وتحاول وتفشل كثير، لكن النواحي هذه إذا فهمتها، من أنت الحقيقي الأبدي، وركزت على أنت الحقيقي الأبدي، ما ركزت على الفاني الجسد، هذا ليس أنا، هذا جسدي وليس أنا، هذا مذكور في الكورس كيف تفعل. ثم ركزت على المعنى الكبير للحياة، هذه في معنى كبير، صح أنا أريد أتزوج وأريد سيارة، لكن بس أغلب الناس يفعل هكذا. يا ربي حل المشكلة، يا ربي هذه أساسيات في حياتي، ما تقبل الدعاء حتى تجعل هذه ليست أساسية، مهمة لكن في أهم منها، ليش مو في مخك؟ ما أنت مصدق؟ هنا عندك مشكلة مع ربك. قال لك آمن بالغيب، حياة أبدية، جنة، كل يوم كم مرة تذكر الجنة والنعيم، وتكون مع الرسول، وتكون ترى الله الذي خلقك، تريد أن تراه، تريد أن تقترب منه، كم مرة في حياتك هذا؟ هذا الميزان. لا هذا غايب نهائي، وآخرة غايبة، ودنياي أهم شيء، زوجني هذا بالذات. في ناس جلسوا 20 سنة وهذا بالذات تزوج وأنجب، وتقول أنا منتظرته، لابد الله يستجيب، الله على كل شيء قدير، قد يطلقها يوم من الأيام ويأتيني. عجزت، هذا في التعليقات هنا، ابحث. جن ليس إنس، الشيطان إذا استولى على الواحد خلاص، وإذا ما عرف لماذا أنا موجود هنا، لماذا أنا موجود؟ ليعبدون. لا، فالكورس في التفصيل. فاللاحية الثانية، مركزيتك ما هي؟ تتعلم هنا والآن، تتعلم الله يعلمك بالصلاة أن تفصل، لازم تكون عندك فصل ودخول، هذا لن يأتي بعد الفيديو فورا، ولن يأتي بعد الكورس فورا، يأتي حسب اجتهادك وفهمك، فهمك للنواحي اللي هو من أنت، من ربك، ما دينك، ما هذه الحياة التي أنا فيها، ما هو غير الله، ما هو بالنسبة لي، من المسخر في الكون، ومن المسخر له هذه الأشياء في الكون. هذه لازم تعرفها أول، وذكرها الله في القرآن كثيرا. بعدين تستطيع تدخل في هذا الباب. أيضا في باب ثاني يثبت الموضوع،
اللي هو مركزيتك ما هي. الأقدار أقدارك التي فيها الخير لك والسعادة لك في الدنيا وكمان في الآخرة هي أقدار خاصة بك، لا تربط نفسك مع آخر هو رقم واحد وأنا رقم اثنين، أو إذا في أشياء كثير رقم واحد هذا وهذا وهذا وهذا، ولدي رقم واحد بعدين أنا أهتم فيه، لا تذهب لا تفعل كذا، كبير متزوج برضي متعلق فيه برضي، وهذا يجيب مشاكل، خلينا من المشاكل. وأنا يعني زوجي قال يلا أنا أسافر البلد، قالت لا ولدي الوحيد كيف أتركه، اذهب، وصار مشاكل وطلاق، وقعدت مرتبطة بقدر ابنها، أو رجل مقتدر مرتبط بقدر ابنه، سافر إلى البلد الفلاني قال أسافر معك. نحن هنا لا نريد أن نذهب، أنا أريد أمي أبي أخي، قال لها مع السلامة اجلسي معهم، وذهب ربط قدره بقدر ذاك، هذاك قدر له، هو ربه متولي شأنه في ذلك البلد. تجد في حياتك المعاناة، قدرك الذي ينفع ومن الحكيم منفصل منفصل بتاتا، زوج وزوجة منفصل لكنهم عايشين مع بعض وما في معاناة، ما في معاناة، خلاص هو هذا. غالبا الزوج والزوجة قدارهم متقاربة، لذلك الله حط الزواج. الزواج إيش معناته؟ ليس على مزاجك، أريد فلان أريد فلان، أطلب الشيء الطيب، ها؟ لا تحدد أنت ظنك أني أريد هذا لصفات في خفايا ما تعرفها، لما تعيشوا مع بعض بعد شهر شهرين تظهر، أعيش على طبيعتي تعيش على طبيعتك، ما هذا؟ هذا هو باكيج كامل، أنت شفت منه شيء بسيط. أطلب الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقني حسن خلق، رجل حسن خلق خلق، أو امرأة حسنة خلق وطيبة أعيش معها، وانت حكيم بعدين امشي تجده تيسر، قدرك وقدره سويا. ابنك ما لك شغل فيه، بعد ما يبلغ خلاص القلم بدأ يسجل، بدأ يسجل منفردا، هو راضي وقال أبغى أقعد معك، ما أريد هنا وأريد هنا، أنت مصرفوا علي، ولا أريد شغل ولا أريد عمل، خلاص هو اختار. قد يكون صح القدر قد يكون لا، العلامة معاناة، العلامة معاناة. اذهب إلى قدرك، فيه الحكمة فيه الرحمة فيه تطويرك وتزكيتك، كله مرتب لكن لك الاختيار. بعض الناس تعود على المعاناة، تعودنا خلاص، أيوة هذا هو كذا الحياة، هو قدر الله علي هذا، لا ما قدر عليك هذا، قدر هذا وقدر غيره، أنت اخترت هذا ليس هو. قدر علي المرض 20 سنة، قدر المرض وقدر الصحة، أنت اخترت بقاءك في هذا القدر. سجن أي شيء، ما قدر واحد، قدر كل شيء، وأنت الذي اخترت. شقي وسعيد في بطن أمك صح، مو شقي فقط، ويبقى الإنسان شقيا حتى لو اختار السعادة، يصلي يذكر في جهنم، خلاص أنا قدرت عليك كذا، هذا لا يليق بالله، لا يليق بحاكم عادي، لا يليق بأي إنسان نقول له هذا الكلام. ما ظنك بربك؟ تكون قريب منه كل شيء بعد ذلك يقول لك روح، أنا قدرت عليه هذا ما نبغاه، وهذاك يجي واحد ثاني يقول له لا تعال ادخل هنا، أنا قدرت عليك سعادة، يلا سعيد، شوف الأغنياء مبسوطين والفقراء تعبانين، صح هو اختار، هو مشى في طريق يؤدي إلى الفقر، ومشى ذاك في طريق يؤدي إلى الغنى، كيف هذا الطريق؟ تعلم.
ما نلوم الله. طيب هذا باب آخر موجود، ولكن مركزيتك ها اجعلها أنت رقم واحد في مصلحتك شيء ها، ومطمئن قلبك وشيء يجذبك له وحاس بمعاناة هنا، إذن هناك هذا قدر غيرك. ولكن أنت اخترت تقول لا أترك زوجي، لا أتركه، مو معناته هذا سيسوي مشاكل، لا، هذا للذي عنده معاناة. اثنين، المعاناة معاناتين، معاناة لبعدك عن الله وانشغالك بهذا الزوج والحب والتعظيم له فوق اللزوم، هنا تجي معاناة، ليست تلك، هنا تجي معاناة. نحن نتكلم عن الإنسان اللي ماشي مع ربه سليم، مؤمن وكل شيء، ولكن عنده مشاكل يبحث في هذه، هو معلق نفسه بأحد ثاني، هو رقم واحد عندك، عندك هذا المجال موجود أنه في غيرك رقم واحد وانت رقم اثنين تبعا له. وانت ماشي مضبوط مع ربك، مؤمن به ها، هنا انت السبب. انت تظن نفسك ماشي مع ربك كويس، ولو ذهبت من هذا القدر في نساء ورجال صار طلاق بسبب مشاكل، طيب بعدين راحوا كل واحد في حاله، ايضا المشاكل ملازمه لاحدهما او لكلاهما. ليش المشاكل هذه؟ تقول لك ارجع لربك، قد تكون ملتزم عابد من احسن ما يمكن ها، ولكن علاقتك مع ربك حب ما في. هؤلاء سماهم ولو ملتزم، لو شيخ كبير وعالم لا يغرك، سماهم الله فاسقين. قل إن كان آباؤكم، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولو ملتزمين، ولو مشايخ، ما في شيء اسمه مشايخ في الدين. أنت تحب الله ورسوله رقم واحد، أقدارك كلها خير. إذا وجدت أقدار شر وأنت عندك هذا الحب والتعظيم لله، إذن أنت جعلت نفسك رقم اثنين. فتأتيك أقدار رقم اثنين تنفع ومفيد له ولكن ضر لك. هذا في الفيديو سابق قريب، يمكن السابق أو الذي قبله، ذكرنا هذه المركزية. فعندك حاجتين هذه، إذا ضبطتها وخلصت الكورس ها؟ فهمت أشياء كثير في الدين ها؟ ودخلت في البعد، أنت تعيش. مو معناته البعد هذا تمرنت عليه في الصلاة والقرآن، إذا تمرن عليه في المشاكل تؤذن. أنت تؤذن لنفسك، مو تؤذن للصلاة، ما لها شغل الصلاة، التكبير شيء ثاني. حتى تكبر الله، الله أكبر، من هذه المشكلة ولا هذا الشيء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مرن نفسك. عندنا في الفيديو رقم 18 ستة بنود، هي هذه، ما حد يروح لها فورا، لا تساوي شيئا إذا ما فهمت نواحي الحياة كلها، كورس كامل. فإذا عندنا بعد اللحظة تدخله كما مرن لك الله، هذا البعد تدخله في الاختلاط، نفس التمرين في الصلاة في القرآن تدخل في الاختلاط، تقول يلا أنا خليني مع الله. يتكلمون خليهم يتكلمون، جاءوا سيرة ناس هم مذنبين، أنت ملك شغل، مو لازم هذه كلمة لازم أنصحهم، هذه غلط برمجة. هذا لما يكون يعني المغتابين قلة ينقبل كلامك، لكن إذا كان كله
ماشي على هذه الوتيرة ما يعرف إلا هي. لا يقبل نصح ولا يبقى ولا يفهم منك أي شيء. فأنت إيش تعمل إذا في فرصة الكلام منك؟ غير الكلام عن البشر، هو الغيبة كلها في البشر، غير إلى الحيوانات، إلى الجوالات، إلى العقارات، إلى الإبل، أي شيء غير، إلى الملابس. ما في فرصة ترجع مرة ثانية؟ تمرن. خلي الاختلاط هذا مو كثير، قليل، ولكن أنا أتمرن. نية التمرين على أن يصير عندي إيش؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كيف تقيم الصلاة وأنت في البيع والشراء؟ الصلاة دائمة، في اتصال دائم. ذكر الله ليس أن أجلس مع بينهم وأقول عداد موجود، هم شايفينك يعني أنت خارج السرب، يعني إيش الحكاية؟ يجيك الانتقادات والاعتراضات، الشيطان يجيشهم عليك ويغلبوك. ليس هذا، اجلس غير غافل عن الله، هذا ذكر. لكن أنت جالس أنت منشغل بالناس، منشغل برب الناس، قلبك 5% 95% غفلة، مو مشكلة. اختلطت ساعة 95% منها غفلة، صار في 5، بعدين يصير في 10، بعدين 15-20، لين يصير لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الذكر موجود مع وجود البيع والشراء، والصلاة اتصال موجود مع وجود البيع والشراء. هذه العروة الوثقى لا انفصام لها. فإذا نجعل مركزية ونجعل هنا والآن اللي مرنا الله عليها، سمينا هنا والآن لأن عرفنا الآن في شيء اسمه هنا، إلا أول ما يفهمون إيش هو الله أكبر، يعني خلاص كله صغير والله كبير، وصل. مو لازم ألفاظ، لازم أنت تفهم لماذا جعلت الصلاة. الصلاة جعلت حتى تخرجك من بعد إلى بعد، خرجت من بعد إلى بعد، قلت مشاكلك، صرت من المؤمنين بالله والمعظمين لله والمصغرين لغيره. إذن لا، يجعل لك مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب. يعني أنت في الوزارة لست مثلهم، أنت كأنك وزير، عندك رزق خاص، عندك مشاكلك تنحل، ألو تفضل ادعوني أستجب، موجودة تجلس. الوزير وانت سواء، لكن عنده ميزات ليست عندك. المؤمن وغير المؤمن من المسلمين، مسلم مؤمن ومسلم غير مؤمن، مميزاتهم مختلفة. وعد الله في القرآن كله للمؤمن، المسلم المؤمن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا قانون. أحدهم قال إن سيدنا علي ما هو مؤمن، ما نصر، هزم. سيدنا الحسين هزم. طيب الذين معه كل مؤمنين؟ لا، إذن لا يأتي النصر. في 10 مؤمنين و1000 غير مؤمنين، لا يأتي النصر. هذول 1000 يأخذون كما ضربنا لكم مثال، لو أن الله جعل يعني إحنا مثلا مؤمنين مسلمين 10,000 شخص، فينا علماء وفينا طايحين بس مؤمنين بالله خلاص مثلا نظن، والله أعطى النصر هؤلاء 1000 هؤلاء أو 10,000 على من؟ على بلد أوروبي ضخم، في فنادق، فيه كباري، فيه فلل، فيه منتجعات، فيه جزائر، جزر يملكها أحد ما، خلاص غنائم. أحسن جزيرة أنا أريدها، أنت تريد، وصرنا نأخذ أموال الناس ونجلس فيها. لكن المؤمنين لا. كان بعض الصحابة لما صار حاكم على الكوفة، البصرة، أي مكان صار حاكم فيه، يذهب يأخذ الحطب ويأتي ويقول أبعدوا عن واليكم حاكمكم حتى يمر ويمضى على الحطب ويبيع ويأخذ ويأكل هو وأسرته.
حاكم مثلك مثله، مثلك مثله عند المؤمنين. فلا بد من الإيمان، بدون الإيمان تجي المشاكل، حتى لو جاء النصر جاءت المشاكل، ننتقم ونقتل ونأخذ الأموال ونأخذ النساء ونأخذ، خلاص الرجل هو اللي انتصر، المرأة ما انتصرت. في مشاكل كبار جاءت بسبب ضعف الإيمان. فنحن عندنا الحاجتين هذه، أتقنها، وسوف نجعل هذا الفيديو مع الكورس إضافي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللي ما فهم يذهب إلى الفيديوهات السابقة الذي قريبا إن تذكرت سوف أضع الرابط. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.